هذه المباراة كنشكر قناه الفجر على التغطيه ديالها للدوري ذكرى ميلاد صاحب السمو الامير مولاي الحسن في نسخته الثالثه بتنظيم جمعيه عمل التنميه القرويه والنادي الشباب الرياضي حداده لكره القدم بجماعه الترابيه حداده اهواز قنيطره. هذه الذكرى الحمد لله كنحتفلوا بها هذه ثلاث سنوات مع مرور العام الماضي بجائحة ديال كورونا. رغم ذلك العام اجتهدنا ووفرنا الحمد لله الظروف ديال التباعد والاحترازات عملنا بها اللي تيقولوا لينا الناس ديال وزارة الصحة. هذا النهار هذا نهار كبير عرف مشاركة عدة جمعيات رياضية من مدن مكناس الحجاب بن سليمان المحمدية تمارس لا الفرق اليوم بينه على مستوى عالي. احنا الحمد لله كنشكروا جميع الاطر كنشكروا الاخوان سي عمر الشباخ الى الاخ مهدي الى جميع الناس اللي صارين على قناة الفجر وشرف كبير هذا بانهم يغطوا هذا الدوري لانه دوري تبارك الله بكم انتم يزيد ان شاء الله باذن الله القدام وهذا نهار كبير كنشكروا قناة الفجر. خلاصة هذا الوليدات كامل صراحة كما قلت لا أخلاقيا ولا رياضيا تبارك الله تيتمتعوا بواحد الموهبة اللي هي زوينة. حنا كنحاولوا غير نصقلوا هذيك الموهبة ونعطيوهم شوية من داك الشيء اللي تنعرفوا وتبارك الله عليهم عندهم مستوى كبير تفاهموا مع بعضياتهم مزيان. كنشكركم عاوتاني جزيل الشكر لأنكم صراحة تتواكبونا وكتدعمونا وتتعطيونا واحد الحافز أننا نزيدوا كتوصلوا الصورة ديال الرياضة القنيطرية ابعد مستوى وتنتمنى من المسؤولين انهم يشوفوا في هذه الجمعيات وفي هذه المدارس الرياضيه لانه صراحه مدينه قنيطره في حاجه لهذه الطاقات وما عندناش ملاعب كثيره وما عندناش بزاف ديال الحوايج. كنتمنى من المسؤولين انهم يديروا واحد البادره خير يشوفوا في هذه الوليدات لانه صراحه حنا كنحاولوا غير نحيدوهم من الانحراف ونحيدوهم من بزاف ديال الحوايج.
مبروك عليكم الوليدات، الله يوفقكم. طين ومازال نحقق أكثر وباغي نولي لاعب كبير ان شاء الله. ان شاء الله الحمد لله. نشكر المدربين والأطر اللي كيسهروا معنا وتعطيونا نصائح. كنشكر والديا اللي كيوفروا لي الظروف. انا فرحه اليوم بهذا الفوز بهذا الدوري. كان فوز شيق ورائع، وحنايا كنحبوا قناة أخبار الفرصة المغربية اللي كتدعمنا وكتساعدنا وكتخلينا نزيدوا في الحماس باش كنفوزوا بهاد الدوريات. وكنشكر المؤطرين وكنشكر كل شيء اللي كيبقاو معنا باش يحفزونا وكل شيء. وحنا ما كرهناش نكونوا في شي فرقة من الفرق الكبيره.